بسم الله الرحمن الرحيم. هنختبر دلوقتي حساس الامان الخاص بسخان الغاز. لو الحساس فيه اي مشكلة او الكابل بتاعه فيه اي مشكلة مش واصل بالبوردة، فهنشيل السوكت بتاعه. زي ما احنا شايفين كده شلناه، هنقوم بتلقيط السويتش. هنلاحظ ان خرج خاص بالاشعال، بس صوت السولونويد بتاع فتح صمام الغاز ما فتحش، يعني الاشعال خرج، البوردة خرجت اشارة لابر الاشعال بس ما خرجتش اشارة لسولونويد الغاز، وبالتالي السخان مش هشتغل.